السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي مع فيديو جديد في قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد رحمي. يلا نبدأ مع بعض. النهاردة إن شاء الله أعزائي الطلاب هنخلص آخر خاصيتين في خصائص الضوء أو الـ Properties of Light، وهناخد مع بعض زي ما احنا شايفين كده أول خاصية اللي هي اسمها Light Refraction أو انكسار الضوء. هي شبه الكلمة اللي قبلها اللي هي أو الخاصية اللي قبلها اللي هي Reflection of Light أو انكسار أو انعكاس الضوء في المرايا اللي خدناها الحصة اللي فاتت. المرة دي بقى احنا هنغير حرفين بس في الكلمة دي، فهتبقى Refraction أو انكسار. ايه الفرق بين الكلمتين مبدئيا كده؟ لو شعاع الضوء ماشي وخبط في مرايه وغير اتجاهه تماما، ده اسمه انعكاس اللي هو الريفليكشن اللي احنا خدناه. لكن لو الشعاع كمل في اتجاهه عادي خالص بس انكسر شويه، غير اتجاهه شويه، لف شويه بس كمل في نفس اتجاهه، ده بيبقى اسمه انكسار. وده ما بيحصلش الا لو سرعه الشعاع نفسه اتغيرت زي ما هنعرف دلوقتي. طيب مبدئيا كده الضوء بينكسر ليه؟ تعال نشوف. الضوء بيمشي في الأوساط الشفافة كلها، ابتداء من الفضاء، يبدأ يدخل كوكب الأرض في هواء air، يبقى الأول بيبدأ كان بيبقى في وسط شفاف من أول ما بيطلع من الشمس اللي هو السبيس أو الفضاء، ده وسط شفاف. يعني إحنا دلوقتي شايفين رائد الفضاء وهو شايفنا، أو هو شايف المركبة بتاعته الراجل اللي صوره، لأن في فضاء بينهم، هي مادة شفافة، الله أعلم هي مادة ولا لأ، هو محدش عارف. احنا مسمينها دلوقتي الدارك ماتر أو الدارك ماتيريالز، هما مش فاهمين إيه المادة السوداء اللي هي في الفضاء، بس هما هنقول عليها مادة شفافة. طيب بعد كده الضوء دخل كوكب الارض، هيلاقي الهواء ماده شفافه برضو، انت شايفني وانا شايفك اهوت، في بيننا هواء. بعد كده الضوء ممكن يدخل تحت الميه برضو ماده شفافه، ممكن يمشي في الازاز ماده شفافه. فبناء عليه الضوء بيحب يمشي في المواد الشفافه، ولكن سرعته بتبدا تتغير لان كل ماده لها كثافه وبتبدا تضايقه او تعطله وهو ماشي. بناء على تغير سرعته دي بيبدا ينكسر شويه، سرعته تتغير شويه. فهو السبب الاساسي في ظهور الانكسار ده ان الضوء بينتقل بقى من الهواء للازاز، من الازاز للميه، من الميه للهواء الى اخره. يبقى كل ما تعدي من وسط للتاني سرعتك تتغير، تنكسر شويه، تظهر حته الانكسار اللي احنا بنقول عليها دي. هو بيقول لك اهوت ان اللايت او الضوء ترافلز فيري فاست ان ذا سبيس، حلو قوي، بيكوز ذير از نو ايه ابستراكت، او ما فيش حاجه بتعيقه بتعطله. ولكن شوف بقى الشريحه اللي بعدها بيقول لك ايه. When light travels to any other transparent medium، لما يبدأ يدخل في أي مادة شفافة تانية زي مثلا الهواء أو المية أو الإزاز أو زي ما أنت شايف بالترتيب أهو، its speed decreases، بتبدأ سرعته بقى تقل، وبتقل بشكل مفاجئ، تمام كده؟ وبناء عليه بتلاقي بقى اتجاهه بدأ إيه؟ يتغير، أو يحصل له حاجة اسمها الريفراكشن. عرفنا يعني إيه كلمة ريفراكشن وأساسها إيه وسببها إيه؟ إن الضوء بيغير الميديم أو الوسط اللي هو ماشي فيه، اللي هو الترانسبرنت ميديم او الوسط الشفاف اللي هو ماشي فيه. طيب تغير الاتجاه ده بيبقى بزاويه محسوبه بمنتهى الدقه اسمها زاويه الانكسار، بس مش عليك وهتاخدها بعد كده في مسائل. يعني مثلا يقول لك شعاع الضوء الاحمر اهو زي ما انت شايف قدامك اهو داخل على الميه، ويبدا يعمل خط وهمي كده اللي هو المنقط ده اسمه النورمال، وبعد كده يبدا ينكسر، سرعته تقل فينكسر يقرب من النورمال، او ينكسر يبعد عنه لو العكس لو سرعته بتزيد، وهكذا. يعني الموضوع بعد كده هتاخده بالتفصيل اكتر. كل اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان سرعه الضوء لو اتغيرت اهو، when speed of light changes it change its direction to، خلاص كده، which is known as a refraction. تمام يا شباب؟ يبقى خلي بالك الموضوع بسيط وسهل، هو بس كل ما في الامر اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي في مرحلتك دي او في خمسه ابتدائي، ان الضوء بيغير سرعته يقوم يغير اتجاهه. الموضوع زي ايه بالظبط؟ يعني اقرب مثال جه في ذهني يعني ان انا اقرب لك الموضوع ده. افترض ان زي ما انت شايف كده في اتنين بيتسابقوا بالعجل، واحد فيهم ماشي على الطريق عادي خالص، وواحد فيهم كان مركز في عصفوره طايره او حاجه وباصص لفوق اهو، مش واخد باله انه داخل على شويه رمل مثلا، او ان في هيطلع من طريق الاسفلت فيه مطب قدامه الى اخره. اذا بدا الراجل ده يدخل من اسفلت املس او ناعم شويه يعني بالنسبه للرمل، الى الرمل بدا يزيد تحت رجليها، هتبدا تبص تلاقي العجله سرعتها بتبطئ فجاه
وكان ماشي بسرعة أو عربية أو أي حاجة، وهتبص تلاقي نفسه بدأ الدركسيون يتحرك في إيده جامد، وبدأ إن هو يتقلب أو يقع. طب إيه السبب في اللي حصل ده كله؟ السبب في اللي حصل ده كله تغير سرعتك، خلى اتجاهك يتغير غصب عنك، وأنت تلاقي صعوبة في السيطرة على الدراجة بتاعتك. يبقى حتى أنت كمان أقول لك أهو، السادن أو المفاجئ، سادن تشينج إن ذا سبيد يعني التغير المفاجئ في السرعة، بيعمل ايه؟ may lead to a sudden change in direction، ممكن يعمل تغير مفاجئ في الاتجاه، وده في حياتنا كمان مش الضوء بس اللي بيحصل له كده. خلاص؟ يبقى ده مجرد مثال اهو عشان نفهم ايه اللي بيحصل. اللي يفهم انا بقول ايه بالظبط هو اللي عنده دراجه او عنده عجله، ويبدا ان هو يجرب فعلا ان هو يدخل من او يدوس في شويه رمل كده، هتبص تلاقي فعلا ان اتجاهه بدا ايه؟ ها؟ بدا يتغير. يبقى خلي بالك زي ما انت شايف اهو في الصوره، اللي عنده عجله وبيبدا ان هو يدوس في حاجة فجأة، هتحس فعلا ان انت اتجاهك بدأ ايه يتغير. نفس الكلام بالظبط، يعني صورة العجلة دي خلاص سيبك منها. لو افترضنا ان في عندي الأشعة جاية من الشمس اللي هي الصفرة اللي قدامك دي، والخط الأزرق ده ما بين الهواء وما بين المي، مية شفافة وما فيش أمواج ولا أي حاجة، إذا في شعاع فيهم ماشي، أول ما يبدأ يخترق المية، هي مادة شفافة برضو بس سرعته هتتعطل، عامل زي اللي راكب دراجة ده، فهيبدأ الشعاع يحوت شوية، ينكسر شوية، زي ما أنت شايف. أنا مش هقول لك بالسهم أهو، على المكان اللي الانكسار هيحصل فيه، اللي هو الحد الفاصل بين الهواء وبين المية. يبقى ده معناه الانكسار بيحصل إمتى؟ لما الضوء يعدي من وسط لآخر، من مادة شفافة لمادة تانية، لما أول ما سرعته تتغير، خلاص كده؟ يبقى من الأمثلة اللي فاتت كلها بقى دي، عايزين نعرف بقى الانكسار، إيه هو الانكسار؟ هو ده سهل والله، مفيش أي حاجة. يبقى تعريف الانكسار لو بالعربي هنقول ان الضوء يغير اتجاهه شويه لما يعدي من ماده لماده، او لما سرعته تتغير، او من الهواء للميه، صح؟ مش ده اللي انتوا عايزين تقولوه؟ هو ده اللي احنا هنقوله دلوقتي، هو ده التعريف اهو. It is a change in the direction، تغير في الاتجاه. خلي بالك انا ما قلتش bouncing of light، ما قلتش ارتداده بقى تاني، لا هو تغير بس في الاتجاه شويه. Of light rays when travels from a transparent medium to another، يعني لما يعدي من ماده شفافه لماده تانيه، زي ما انت شايف السهم الاحمر كده دخل الازاز غير اتجاهه على طول. بسبب ايه بقى؟ due to the change in the light speed، بسبب تغير السرعة بتاعة الضوء. أظن التعريف بسيط وسهل، ولو أنت عدته مرة واتنين وتلاتة أو عيد الفيديو مرة واتنين وتلاتة هتلاقي نفسك حفظته. طيب إذا بقى عايزين نشوف الموضوع ده بالظبط بالنسبة لضوء الشمس أو السرعة قدامك إيه؟ ضوء الشمس بيجي أول ما يدخل بقى بكميات كبيرة بقى طبعًا، يعدي المية تبص تلاقيه انكسر شوية. تمام؟ أو غير اتجاهه شوية. ماشي يا شباب؟ إذا كبرنا الصورة دي بالظبط اللي بيحصل قدامك أهو. الضوء كان ماشي في اتجاه، بدأ يغير اتجاهه شويه وينكسر، لانه ولو حطينا له ازاز هيغير اتجاهه تاني الى اخره، ولو رجع طلع من الازاز ده او الميه اللي هو هيرجع اتجاهه مره ايه؟ مره تانيه. الموضوع بسيط وسهل، انا مش عايزك ترتبك او عايزك تقول ده الدرس الصعب وكده. طب الموضوع ده فيه ادله عليه؟ يعني انت لحد دلوقتي يا استاذ جايب لنا مجرد صور، هل في دليل على الكلام ده؟ قال لك اه في دليل. تعال نبص كده مع بعض على الدليل ده، دليل على ان في انكسار للضوء. اه انت ساعات تشوف القلم اللي محطوط نصه في الميه ونصه في الهواء بالشكل ده كده، كانه مكسور. اقول لك اهو ذا بنسل، القلم الرصاص او الجاف او حتى صبعك، لو حطيت صبعك في المكنه وبصيت عليه من جنب كده نفس الكلام. ابيرز بروكن، يبدو مكسور. وين ات بوت، لما بيوضع ان اجلاس ووتر، في كوبايه ميه، بسبب ايه بقى؟ جيف ريزون، تقول لي ديو تو ذا لايت ريفراكشن بتوين اير اند ووتر، او ذا تشينج اوف سبيد بتوين ذا سبيد اوف لايت ان اير اند ايه اند ووتر. فهمتني؟ يبقى بسبب الانكسار. طيب برضه يعني ايه؟ معلش احنا يعني مش فاهمين. طب تعال بس بالراحه كده ناخد بس شويه النقاط دي، بعد كده هوريها لك بالتفصيل. اقول لك اهو، جيف ريزون، when you put a spoon in a cup of water it appears broken. كل اللي عليك تقول له due to refraction of light as a change of speed او as light change its speed، عايز تزودها زودها، مش عايز خلاص. طيب light refraction when travels from water to air، او العكس due to the change in the light ايه سبيد. يعني هو لو سألك ليه الريفراكشن بيحصل ادخل على السبيد، لو سألك ليه انا بشوف القلم مكسور يبقى بسبب انكسار الضوء نتيجة تغير السرعة، عايز تقولها هقولها. طب ايه بقى اللي بيحصل بالظبط؟ بص بقى يا سيدي، انت بتشوف الحاجة تحت المية في مكان وهي في مكان تاني خالص. يعني انت مثلا باصص للقلم هو او سمكة في المية او قاع الحمام السباحة، انت فكره في مكان، هو في مكان تاني خالص. ليه؟ لان الاشعه اللي جايه لك انكسرت بعدين جات لك، فانت متهيأ لك ان هو في مكان، هو في مكان تاني، ما انتش فاهمها قوي برضه، او لسه ما انتش قادر ايه تتخيلها. تعال بس نقرا دي وهجيبها لك بالتفصيل. هقول لك اهو، the bottom of a swimming pool appears in higher position than its real one، او يقول لك مثلا the fish under water appears nearer than its normal position. كل ده بسبب نفس الاجابه، اللايت ريفراكشن.
لايت ايه يا شباب؟ لايت ريفراكشن. طيب تعالى بقى نركز بقى في اللي بيحصل بالظبط عشان تفهم من الاخر. يعني بيقول لك لو انت بصيت القلم كويس قوي داخل الميه، يبقى ذا بارت اوف بين اندر ووتر، اللايت ريز ذات اللي هتنعكس من عليه او اللي هيحصل لها ريفليكشن من عليه هتنكسر كمان، يبقى هيحصل لها ريفليكشن وريفراكشن زي ما انت شايف كده بالظبط. كان في شعاع ضوء جاي لعينيك من القلم من تحت تحت الميه، شعاع الضوء ده المفروض يجي لعينيك على طول، فانت تشوف القلم زي ما انت شايفه فوق الميه تشوفه تحت الميه. بس شعاع الضوء ده وهو طالع من الميه للهواء انكسر، فهو جاي لعينيك ما كانش زي الاشعه اللي جايه من القلم وهو فوق الميه. فيعني الاشعه جايه من القلم دلوقتي كانه قسمين، فتتهيأ لك ان نص القلم اللي تحت الميه في مكان تاني، هو مش في مكانه الطبيعي، فتحس ان القلم مكسور. ها فهمت القصه ايه؟ القصه ان انت بتشوف الاشعه اللي جايه لك دي بتتهيأ لك القلم وراها، هو مش وراها، ده هو القلم تحتها مش وراها. فانت شايف دلوقتي النقط السوداء دي والصوره الوهميه اللي هي القلم اللي هي مش موجوده اصلا، اللي هي عند النقطه واي. هو اصلا مش موجود عند النقطه واي يا حبيبي، هو موجود عند النقطه اكس، بس عشان الاشعه اتكسرت وجات لك فبيتهيأ لك انها عند النقطه واي. يبقى تقول له بقى في الاختبار ديو تو ايه بقى؟ لايت ريفراكشن از ذا لايت ريز، يعني لان اشعه الضوء ذات ريفليكتس اللي انعكست فروم ذا بارت اوف بنسل من جزء القلم اندر ووتر ريفراكتس تنكسر as it passes او لانها انتقلت from water to air من الميه للايه؟ للهواء. وبالتالي لما هي انكسرت وجت لعيني فانا اتهيأ لي ان القلم عند البوزيشن واي مش البوزيشن ايه؟ البوزيشن ايه؟ اكس. ها فهمت القصه حصلت ايه؟ انا عارف ان انا دخلت لك الموضوع بدقه شويه بس عشان تبقى فاهم ايه اللي حصل. هو كل ما في الموضوع انك تقول له بسبب انكسار الضوء وخلاص، يعني مش لازم تقول القصه اللي انا قلتها دي. عايز تقولها قولها، مش عايز خلاص. هي اهم حاجه انك تبقى فاهم ان القصه اللي حصلت قدامنا دي بسبب ايه يا شباب؟ بسبب انكسار الضوء. وانا بيتهيأ لي طبعا ان الالم في الحته الجديده دي، واديني جايب لك كمان في اخر شريحة اهو الشرح مع الكلام. عايز توقف الفيديو وتقراه تاني لوحدك، عايز ترسم الصوره دي زي ما انت عايز. خلاص يا شباب كده احنا خلصنا اول خاصيه اهو، انكسار الضوء لايت ريفراكشن. خلاص كده باقي كمان خاصيه كمان سهل جدا هناخدها بعد الفصل ان شاء الله، اسمها لايت سيبريشن او انفصال الضوء بقى الالوان الطيف، وهتبقى سهله اسهل من دي كمان. نيجي بقى للخاصيه الثانيه يا شباب اسهل منها والله، اسمها ايه؟ لايت سيبريشن، انفصال الضوء. يعني ايه انفصال الضوء؟ هو الضوء جاي ضوء واحد، هنفصل ازاي يعني؟ ما تستعجلش، انا هبدا معاك بالتجربه على طول. بيقول لك ان انت لو جبت ازازه على شكل مثلث كده وبدات تدخل فيها ضوء ابيض عادي بتاع الشمس ده العادي او كشاف ابيض او اي حاجه، هتلاقي ان الضوء ده طلع من المنشور ده او من المثلث ده الوان الطيف السبعه، كانك فصلت الضوء كسرته فرقته لالوانه. ايه ده يعني الضوء الابيض ده اصلا مش ضوء، مش لون واحد، الوان كتيره؟ ايوه. وعلى فكره الموضوع ده اللي هناخده الدرس اللي جاي كله، هنفهم بقى يعني القصه دي بالتفصيل. هو بيديك عنها مقدمه بس الدرس ده. ها تمام؟ فده معناه ان في حاجه اسمها اللايت سيبريشن ولازم يكون ضوء ابيض عشان ينفصل للموضوع ده. فبقول لك انت الجهاز اللي بنعمل بيه القصه دي اسمه جلاس بريسم او المنشور الثلاثي. والمنشور الثلاثي على شكل هرم زي ما انت شايف كده بالظبط. تمام؟ الضوء بيدخله من اتجاه لون ابيض بيطلع منه الناحيه الثانيه متفرق للالوان بتاعته. يبقى لو قال لك وات از ذا تول ذات از يوزد ان لايت سيبريشن، تقول له ذا جلاس ايه؟ بريسم. خلاص يا شباب؟ طب هم كام لون بيطلعهم؟ تقول له 7 كالرز. 7 الله اعلم هم كام، احنا بنشوف سبعه. ممكن يكونوا اكتر بس انت مش بتشوفهم، عينيك مش قادره انها تشوفهم. لكن انا شايف دلوقتي سبع الوان قدامي. تمام؟ اللي هم من اول الاحمر لحد البنفسجي. في اشعه تحت حمراء وفوق بنفسجيه، يعني في الوان ثانيه بعديهم وقبليهم انت ما تقدرش تشوفها بعينيك. فانا هقول انهم سبعه وخلاص. اهو بيقول لك اهو لو جبنا الازازه المثلثه دي بمنتهى البساطه قدامك اهي، دخلنا فيها ضوء ابيض وده صوره حقيقيه عشان تبقى عارف، وحطينا تحتيها مثلا ورقه بيضاء كتجربه، يعني لو قلنا ان في اكتيفيتي والستبس هنجيب اجلاس بريسم اند ليت سان لايت مثلا شاينز ثرو ات او يعدي منه اون ا وايت بيبر، طبعا عشان ورقه بيضاء عشان اقدر اشوف الالوان. تمام؟ ادي اول خطوه في التجربه. طيب الخطوه الثانيه في التجربه قال لك الخطوه الثانيه اهو ان ذا فيزابل وايت لايت الضوء الابيض ده كان بي سيبريتد انتو 7 كلرز لسبع الوان، اللي هم من اول الريد، بعد الريد اورانج، بعدين يلو، بعدين جرين، بلو، انديجو، فايولت. ترجمتهم ايه؟ احمر، برتقاني، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. النيلي ده زي اللبني كده، حاجه بين الازرق والبنفسجي، درجه بينهم.
تبقى ما انتش عارف هو ازرق ولا بنفسجي، ما بينهم انتقال ما بين ازرق لبنفسجي، تمام؟ فبيختلف اسمه بقى. فبيقول لك اهو ده معنى الكونكلوجن ايه بقى، ان الفيزبل سبيكترم او الضوء اللي احنا قلنا عليه قبل كده، الضوء فاكر او الدرس، الضوء ممكن نسميه فيزبل سبيكترم، ميد اب اوف 7 كلرز، ولان هو اسمه فيزبل سبيكترم هي كمان ممكن نسميها سبيكترم كلرز، فبقى لها اسم تاني. زي ما الضوء اللايت فاكر، لايت انرجي في اول درس فاكر كنا بنقول عليها اسمها ايه، ها سبيكترم او اللايت سبيكترم او الطيف المرئي او الطيف الضوئي، هنا برضو نفس الكلام هنسمي السبع الوان دول سبيكترم كلرز، تمام؟ يبقى بدل فيزبل سبيكترم بقى اسمها ايه، سبيكترم ايه كلرز. والسبع الوان لازم تحفظهم لي بالترتيب زي ما انت شايفهم قدامك كده، وهنبدا ندرب عليهم ما تقلقش، هناخد عليهم شويه اسئله يعني. ماشي يا شباب؟ طيب تعال ناخد الشريحه اللي بعدها، نتيجه التجربه بالتفصيل. الصوره اللي قدامك دي بقى هما الاثنين الاسمين الجداد اللي احنا خدناهم، احنا قلنا الضوء كله هنسميه الفيزبل سبيكترم اللي هم اللي انت شايفهم دول، في الوان قبليه والوان بعدين انت ما تعرفش، مش عليك. خدنا منهم بقى الضوء الابيض ده لما فصلناه الالوان فبقى اسمها سبيكترم كلرز، يبقى الاسمين مرتبطين ببعض. وفي الوان قبليهم وبعديهم برضو احنا مش علينا، يبقى في الوان تحت حمراء الى اخره، في الوان فوق بنفسجيه الى اخره، كل ده مش عليك، انت عينك تقدر تشوف المجموعه دي بس. طيب هل الموضوع ده برضو في دليل في الحقيقه؟ قال لك اه، الرينبو او قوس المطر دايما اثناء المطر اهو beautiful phenomena occurs in the sky. ركز بقى، هي ساعات ناس تقول لك after raining، هو بيبقى لسه في قطرات ميه في الهواء بس بطلت تمطر، بس لسه في شويه بيقع انت مش شايفهم، رذاذ خفيف كده. هو المفروض كلمه after دي غلط اصلا، يعني المفروض نقول during raining او اثناء المطر، لان هي مرتبطه بوجود قطرات الميه في الايه، في الهواء، هنفهم ليه دلوقتي، لكن احنا هنقول ما هنمشيها كلمه after raining دلوقتي. يبقى خلي بالك لو قال لك في الاختبار ايه الفينومينا او البيوتيفل فينومينا، الظاهره الجميله اللي بتظهر في السماء بعد المطر او اثناء المطر او في اخر المطر، يبقى تقول له الرينبو، يبقى كلمه فينومينا الرينبو على طول. طب بيتكون ازاي او سببه ايه؟ هنعرف دلوقتي. اه انا بقول اهو، بيقول لك اهو ركز ان الرينبو هي بيوتيفل فينومينا، المفروض الصح بتاعها ايه؟ ها ديورنج رينينج. كلمه افتر وبيفور اصلا غلط عشان تبقى عارفه. طب ليه يعني؟ انا مش فاهم. طب ما من شويه انت كنت كاتب كلمه افتر وفي كتب كاتباها افتر، ايه المشكله يعني؟ اقول لك انا بقى ايه المشكله، ركز بقى معايا. يبقى احنا عرفنا الدليل قوس قزح او قوس المطر. طيب ليه كلمه افتر وبيفور غلط؟ قال لك علشان الموضوع مرتبط بوجود قطرات الميه، قبل المطر بعد المطر ما فيش قطرات ميه، فلو جبنا شويه ثلاث قطرات وكبرناهم او كبرنا واحده فيهم قوي، هتلاقي ان الضوء الابيض بتاع الشمس بيدخلها يحصل فيه زي المنشور كده، يقعد يحصل له شويه حاجات قوي كده مش عليك، فتبص تلاقي طلع في صوره الوان، الالوان دي عملت قوس المطر. يبقى لو مفيش قطرات ميه او مفيش ضوء شمس الاثنين دول مفيش قوس مطر، يبقى لازم نقول ديورنج رينينج وديورنج سان لايت، يعني لو مطرت بالليل مش هتشوفه مفيش ضوء. ها فهمتني ولا ايه؟ يبقى هما في حاجتين لازم يبقوا ديورنج، اثناء وجود، اثناء وجود ايه؟ اثناء وجود المطر واثناء وجود الضوء بتاع الشمس، الضوء اللي هيتحلل لالوان الطيف. فما ينفعش نقول افتر، مش دقيق، ولا ينفع نقول بيفور، غلط بالثلث يعني، غلط غلط. لو قال لك بيفور في السؤال يبقى بيتعمد انك تقول له غلط وتصحح له السؤال. ها فهمتني ولا ايه؟ يبقى خلي بالك كلمه ديورنج دي هي الصح، وهم حاجتين لازم يبقوا موجودين. الووتر دروبس اللي هي اصلا تشبه المنشور، هي اصلا عملت كده عشان شكلها لو تلاحظ شبه المنشور، الازاز كده ضيقه من فوق وعارضه من تحت، اللي احنا خدناه الجلاس بريسم اللي احنا خدناه من شويه، او عامله زي الكوره وهتعمل الشكل اللي انت شايفه ده، ما علينا. وجود ايه كمان؟ السان لايت او ضوء الايه؟ ضوء الشمس. اهو جايب لك صوره منشور تحتيها اهو كمان عشان يقول لك يعني انها شبهه، لو تلاحظ قطره الميه شبهه بالظبط اهي، فهي عملت زيه. فلو قال لك في الاختبار بقى جيف ريزون ليه الرينبو اوكرز ان ذا سكاي ديورنج رينينج او كده، هتقول لي بيكوز ووتر دروبس او قطرات المطر اكت از او بتعمل زي مين؟ ها اجلاس برسم او منشور ثلاثي، تو سيبريت وايت لايت انتو 7 سبيكترم كلرز، عشان تفصل الضوء الابيض لالوان الطيف. وجايب لك اهو بيقول لك لازم يبقى ديورنج سان لايت، يعني لو قال لك في سؤال تاني في الاختبار ات نايت مثلا ما تقولوش ان هيتكون حاجه، ات نايت ما فيش، فين الضوء؟ مين الضوء اللي هيتحلل؟ ما فيش مصدر ضوء اصلا. خلي بالك هم شرطين مش شرط واحد. طيب تعال ناخد بقى شويه الاسئله اللي بتيجي عليه كده اهو، بيقول لك اهو جيف ريزون رينبو از سين ديورنج رينينج ان سان لايت، هتقول له بيكوز دروبس اوف ووتر سيبريتس ذا سان لايت انتو 7 سبيكترم كلرز، او اكت از ا جلاس بريسم اند سيبريتس وايت لايت انتو 7 سبيكترم ايه كلرز، هي هيها صح يعني نفس الكلام. خلاص يا شباب
اتنين بيقول لك the formation of spectrum colors، هتقول له due to the, ان الوايت لايت separation into seven spectrum colors by using الجلاس بريسم او دروبس ايه اوف ووتر. خلاص الموضوع بسهل، سهل جدا، مفيش اي مشاكل. وفي بعض الناس بتشوفه، انا ما شفتوش يعني، ما عندناش شلالات في مصر، بس في كتب وفي ناس بتقول ان هو عند الشلالات بيبان برضو، وبيبان واضح جدا. طبعا الشلال فيه رذاذ بيطلع منه كده، فهو اللي بيخلي يظهر قوس مطر عند الشلال، تمام. فدي برضو مكان تالت ممكن يجي لك في سؤال، الله اعلم، او ممكن ما يجيش، لكن يعني انا حبيت اقوله على يعني احتياطيا كده يعني. بس انت كده خلصت اخر خصائص من خصائص الضوء اللي هي سيبريشن اوف وايت لايت انتو سيفن سبيكترم كلرز، وشفتها عندك بالتفصيل وعرفت السبب. ايه برضو الاسئله اللي ممكن تجي لك؟ ترتيب الاضواء نفسها. ما هو الدرس سهل، وعايز يصعبه هيعمل ايه؟ هنفهم دلوقتي. لو انت في البيت الاول عايز تعمل الموضوع ده، ممكن انت عارف الكريستالات اللي في النجفه دي، حاول ان انت تجيب عليها الضوء كده وتطفي النور الاول وتجيب كشاف عليها كده، هتبدا تلاقي على الحيطه كده في شويه الوان بدات تظهر، اللي هي الوان الطيف. او لو انت مسكتها حاولت تبص فيها، هتحس ان في شويه الوان كده، هي دي السبيكترم ايه كلرز، بتظهر مهما كان شكل الكريستال. يعني حتى لو كان النوع القديم شويه اللي هو بالشكل ده كده، نضفه بس كويس الاول، وانت هتلاقي برضو ظهر فيه نفس الايه نفس الالوان دي. ايه كمان؟ فقاعات الصابون، اللي بيحب يلعب بفقاعات الصابون هيلاقي لو ركز عليها كده، هيلاقي برضو نفس الالوان دي، كانها نفس الكلام كده، هي بتعمل زي قطره الماء اللي احنا شفناها من شويه. خلاص يا شباب، ايه بقى الاسئله اللي ممكن تيجي لك تانية؟ ركز بقى معايا. لو قال لك منشن ذا سبيكترم كلرز او ارينج زيم مثلا، ممكن يقول لك، مش هيقول لك ارينج زيم طبعا، هي صعبه، لكن هيقول لك ايه مثلا منشن ذا سبيكترم كلرز، فلازم تقولهم له من اول الريد بالتفصيل كده وانت ناسي. الريد، اورانج، يلو، جرين، بلو، اندجو، فايلوت، ده اول سؤال. طب السؤال اللي بعده ممكن يقول لك وات ذا فيرست سبيكترم كلر، لازم تقول الريد، لازم. هتقول لي طب ليه يعني؟ هقول لك علشان لو تلاحظ كده التموجات بتاعت الريد كبيره شويه، تموجات الفايولوت قويه، تردده عالي، طاقته عاليه، عشان كده الاشعه اللي بعديه اللي هي فوق البنفسجيه اخطر، لكن الاشعه تحت الحمراء ضعيفه كده. فلو بنرتبهم من حيث القوه، مش عليك، مش هقول تردد وطول موجي والحاجات دي، مش عليك دلوقتي، اللي عليك ان الضوء الاحمر ده ضعيف، فهنقول عليه اول واحد. البنفسجي الاخراني ده قوي جدا وطاقته اخطر وصعب، واللي بعديه اللي هو الفوق البنفسجي ده بيعمل سرطان ومشاكل وثقب الاوزون، وهناخد الحاجات دي بعدين. الفكره ان لما اقول لك اول واحد تقول لي اضعف واحد اللي هو مين؟ الريد، تمام. ليه بقى مش عليك دلوقتي؟ يبقى اول واحد هو اضعف واحد اللي هو مين؟ الريد كلر. طب ده اول سؤال ممكن يجي لك. طب ايه الاسئله الثانيه؟ العكس بقى، هقول لك وات ذا لاست سبيكترم كلرز، هتقول له ايه؟ هتقول له الفايولت او البنفسجي او البيربل يعني، بس الفايولت افضل يعني، يبقى البنفسجي افضل واحد، هو اخر واحد يعني. ده برضو السؤال اللي ممكن ايه ممكن يجي لك، انا عايزك تتدرب على الاسئله دي وتكتبها. طب لو قال لي وات ذا ميدل سبيكترم كلر، يعني اللي في النص، شيل ثلاثه قبليه وثلاثه تحتيه، هتلاقيه هو في النص، مين؟ الجرين. احسنت، اهو الاخضر في النص قبليه ثلاثه وبعديه ثلاثه، يبقى في الميدل او في المنتصف. طب جميل قوي. ايه كمان الاسئله اللي ممكن تيجي؟ ممكن نصعبها بقى اكتر. يقول لي مثلا ايه اللون اللي موجود ما بين ذات لايز بتوين ها الريد واليلو؟ ريد ويلو، يبقى الاورنج. انت لو حافظ الترتيبه، ما انت ركز بقى، انت معلش انت لازم تحفظ الترتيبه دي، عشان ممكن يسالك بقى يقول لك بقى مين اللي بين الاحمر والاصفر؟ تقول له البرتقالي زي ما انت شايف كده. او يقول لك ايه وات ذا يلو بتوين اورنج اند جرين، ركز، الاورنج والجرين، يبقى اليلو. الترتيبه قدامك فوق، انا سايبها ما شلتهاش. خلاص، يبقى انا مجاوب لك دلوقتي الاسئله، بعد كده الاسئله هتبقى مكتوبه وسط كلام وما انتش مركز، فلازم تكون حافظ الترتيبه بقى يعني، معلش اضغط على نفسك شويه. طب نكمل، ممكن اقول لك ايه اللون اللي ما بين اليلو والبلو؟ اليلو والبلو، يبقى الجرين. خلاص، يبقى هم خمس اسئله بالشكل ده. ال ايه كمان يا ربي، اللهم صل على سيدنا محمد، هنشوف هو السؤال اللي بعده، هيقول لك ايه اللون اللي ما بين الجرين والاندجو؟ الجرين والايه والاندجو، يبقى البلو. وبعد كده هيقول لك ايه اللي بين البلو والفايولت؟ هتقول له الاندجو، وده اخر سؤال، لان مش هيقدر يقول لك البنفسجي بين ايه وايه، ان هو اصلا اخر واحد يعني، ولا الاحمر، الاحمر هو اول واحد، فمش هيقول لك هو بين ايه وايه يعني. ها، ماشي يا شباب، اعتقد هي دي معظم الاسئله اللي بتيجي بالشكل او بالصيغه دي او بالطريقه دي يعني، للنوع ده من الاسئله انت كده خدت معظم الانواع. خلاص، وخليك فاكر ان اسم الجهاز ده لو جالك في الاختبار، لو قال لك تول او اداه
تستخدم لفصل الضوء الابيض او ضوء الشمس اللي هو مثال جيد على الضوء الابيض to seven spectrum colors، يبقى اسمها glass prism. اسمها ايه تاني؟ طب ليه ما قلتش drops of water؟ لانه قال لك tool. لكن لو قال لي بقى في السؤال، ركز بقى في النقطه دي، اهو the white light is separated into seven spectrum colors by using نقط عند نقط، هو ما قالش tool بقى، ساعتها ممكن تقول له glass prism and water drops. ايه الاثنين صح؟ ما هو الضوء الابيض بيفصل بسبب ايه؟ ما احنا خدنا حاجه في الطبيعه وحاجه من صنع الانسان، الازازه اللي هي المثلثه دي وقطرات المطر، قولهم الاثنين، لان ما قالش كلمه طول. يبقى شفت السؤال اتغير ازاي؟ ها فهمتني ولا ايه؟ طيب السؤال اللي بعده هو مش عليك برضو، بس انا عايز افهمه لك. احنا قلنا الضوء بيمشي في الاوساط الشفافه صح؟ جميل. لو قال لك سرعه الضوء مين اسرع؟ هتقول له في الفضاء اسرع، لان تقريبا ما فيش حاجه في الفضاء الى الان، الله اعلم ايه في حاجه ولا ما فيش، بس الى الان سرعته في الفضاء اسرع من الهواء كمان. بعد كده سرعته بتقل شويه في الهواء. طب لو انتقل من الهواء للميه بتقل تاني. طب لو انتقلت من الميه للازاز، ماده صلبه بقى فجزيئاتها قريبه من بعض اكتر، فتقل اكتر. يبقى لو يعني انت عارف المعلومه دي، هو في الكتاب دايما بيركز على الاير والووتر، ان هو سرعته في الهواء اسرع من الميه، عشان كده القلم الضوء انكسر الى اخره. يبقى اللي انا عاملها لك باللون الازرق دي هي اللي بتيجي كتير. لكن لازم تبقى فاهم ان احنا لو رتبنا الاوساط الشفافه دي من حيث سرعه الضوء، هتلاقيه اسرع حاجه في السبيس الفضاء، بعد كده الهواء، بعد كده الميه، بعد كده الايه؟ الازاز. يعني اعرفهم، يعني ممكن يجي لك سؤال فيهم مين اسرع ده ولا ده الى اخره، فتبقى انت عارف الاجابه. اتمنى تكون استفدت، واتمنى انك تراجع، لان المره الجايه الفيديو اللي جاي واللي بعده ان شاء الله اسئله. فطريقه الاسئله عشان تستعد من دلوقتي، اول ما تظهر قدامك الاسئله هتوقف الفيديو وهتبدا انك تحلها الاول لوحدك، كمل بقى الفيديو شوف الاجابات او اسمع الاجابات اللي انا هقولها لو ما اتكتبتش، قارن اجاباتك وحط لنفسك درجه واعمل دايره على الحاجات اللي انت غلطت فيها. تمام؟ اتمنى يعني تعمل اللي انا بقول لك عليه بالظبط عشان تستفاد. خلاص، معلش طولت عليكم شويه. كان معاكم الاستاذ محمد سعيد رحمي، قناه ساينس كابيتال. اتمنى تشترك معايا في القناه وتفعل زر التنبيهات علشان لو في فيديو جديد او حاجه ما يفوتكش. واتشرفت وسعدت بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.